بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الإنسان بطبيعته عندما يمر بظروف، ظروف خلينا نقول استثنائية، أحيانا هناك ظروف ضمن إمكانيات المادية ممكن أن تحل، وأحياناً أكو ظروف لا، ليس لها حل إلا بالأمور الغيبية، فيكون اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. الناس العوامل اللي من أمثالي عادة إذا مرت بهم ظروف استثنائية يلجؤون للأقوياء من بني البشر، يعني يلجأ إلى مسؤول، يلجأ إلى وزير، يلجأ إلى وجيه، إلى متمكن ماليا أو اجتماعيا أو سياسيا أو عسكريا، يستنجد به من خلال علاقة معينة يتكل عليه. بينما نقرأ في تاريخ الأنبياء يقال أن الدعاء سلاح الأنبياء، وكل واحد عنده سلاح يواجه به البعركة. الأنبياء كانوا دائما يدخلون في معارك، ومعاركهم مع الشرك، معاركهم مع الضلال، معاركهم مع الطغيان، والطواغيت عادة يمتلكون كل مقومات القوة والأنبياء ضعفاء ماديا، لأنه تتي شايف تاريخ الأنبياء، ترى كل تاريخ الأنبياء أغلبهم فقراء، أغلبهم أيتام، أغلبهم اشتغلوا حتى بالرعي. وسقد واحد يفكر أن هذا انتقاص من النبي، مو هذول اللي مترسخة بأذهانهم الطبقية ومترسخة بأذهانهم أن الإنسان يكتسب المكانة الاجتماعية من خلال المال أو الوجاهة، يترسخ بذهنه أنه الله سبحانه وتعالى ما معقولة. واحدة من نقاط الضعف اللي يوجهها للأنبياء أنه ليش الله يختار نبي من هؤلاء، بينما الله تبارك وتعالى من خلال هذه الحياة يريد يربيه، يعتبرها مؤهلات لصقل الشخصية حتى يكون مؤهل للنبوة. يعني مثلا على سبيل المثال موسى ابن عمران سلام الله عليه، موسى ابن عمران كان يعمل مثلا برعي الأغنام، فرد يوم من الأيام ظل عنده تيس اللي هو يسموه يمكن بلهجتنا العامية صخل، يعني ظل عنده، ظل يعني تاه على القطيع، فصار موسى ابن عمران يبحث عنه يوم كامل إلى حد الغروب بالجبال بالتلال بالأودية إلى أن أمسكه. من أمسكه يقولون عنه أمسكه قبل بجبهته، قال له عذرني أنا تعبتك النهار كله أطرد وراك، ترى حرصا عليك أنت إذا بتت خارج القطيع الذئاب ما ترحمك، فمو تأخذ بالك عليه، أرجوك هذا اللي يعتبر من حيوان يظلم بشر، شايف شلون صقل المواهب. بعدين هذا راح يقود أمة في يوم من الأيام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،
هذا راعي الأغنام. إذا صار الشتاء وبأيام الشتاء ولادات للأغنام، لو تشوف تاريخهم حياتهم من المختصين من ذوي الاختصاص، يقول هذا يتعب تعب مو طبيعي، حتى نوم ما ينام يراقب، لأن هاي اللي عندها ولادة ويتركها راعيها ممكن تعسر بالولادة وتموت، يوقف يمها يوفر لها نار، يوفر لها دفء، إذا الهواء عالي شمال يخلي لها سيد لحد ما تكمل ولادتها طبيعي، رضيعها ياخذه يرتب وضعه يحاول أن يرضعه. هذا اللي يشعر بهيك مسؤولية من تسلم أزمة أمور أمه يسهر عليها لو ما يسهر. ما تفهم مفهوم الناس؟ لا، يقول لك جيبه من طبقة أرستقراطية متمكنة وخليه يتزعم ناس. هذا إذا خليته هو يتريق لوز وجوز ويتغدى سمج مسقوف والعشاء ما أدري شو يسموه. زين هذا يشعر بعد بغداد غرقانة مو غرقانة؟ يدري ما يدري شو كل مشكلة شنو؟ ما يعرف يعني. سيدري أكو ناس يجوز ما تدري أكو ماي طابل البيوت، ما تدري أكو ناس الآن صار دفت على 4 أيام في بغداد عايشة بالطابق الثاني وبيوتها تلفت وأثاثها وفراشها ووضعها كله انتهى بسبب المايم. شو يقول لك شنو المشكلة؟ شو قبل صخرة عبعوب وهسه صخرة من؟ ما أدري شنو اللي صار جديد. ليش؟ لأن أنا أقول لك السبب وين. فرد يوم من الأيام ضابط متقاعد يقول لي فد حادثة وتوفى يمكن إلى رحمة الله، يقول لي إحنا دا نريد نبوك بوقة دسمة ونحصل بيها شيء نسوي لنا جدارية للمقبور الهدام، لأنه إذا نسوي جدارية ب1000 دينار ونكتب عليها ب1,000,000 ما حد يعترض. أكو واحد يقدر يقول هاي الجدارية ما تستاهل؟ احنا هسه اكو عندنا فساد وشي، بس الفساد الدسم بالمجاري يصير. ليش؟ لان المجاري بولة تحتية ايش مدري المواطن حفروا وطموا الجماعة، هو شنو لنطم وشنو لنحفر ما ندري، شنو الاقطار القطر البوري اللي خلوه للمجاري شنو ما ندري. انت تدري المجاري بشركات العالم يتم بها تسلل وتدخل بها سيارة تفوت؟ مو احنا هسه كله ابو الثمانية وابو الستة، أبو الثمانية وأبو الستة مع المطبخ بيتك وبيتي، مو يجيبوه يخلوا مجرب هذه، لأنه أكو 50-50 أكو دولار يعني، ماكو فحص ماكو رصانة ماكو شركات مؤهلة لإنجاء. وإلا ليش الدول الباقية شنو بيها؟ ما بيها مجاري، مو بيها مطر، والمطر أكثر من عندنا، عمي نعمة من الله. إذا مثل أوروبا وتمطر عندنا شهر شهرين إحنا كان هسه مثل طوفان نوح مسيسين واصلين الأهواز هبزين يومين والله سبحانه وتعالى يرأف بحالنا ويبطل من المطر وتخلص المشكلة. وإلا وحقك لو تمطر لها أسبوعين ثلاث أنا ما أعتقد يبقى بيت في بغداد، وكل المناطق بها مجاري. طيب الدولين بها مجاري، إذن راح يجيب جاي يجيبوننا تنفذوننا تنفيذ رديء، تنفيذ غير كفو، تنفيذ غير قادر على استيعاب المياه المتسربة من الأمطار وبالتالي دفع ضريبتها المواطن. وأنا مسوي شركات وبنى تحتية ومشتغل وكل من ميزانية الشعب من أموال الشعب ومن نفط الشعب على اعتبار بنى تحتية، لكن أصبحت البنى التحتية هي وعدمها سواء. الآن شنو شو أكو عندنا مجاري؟ الآن اللي تشوف الشوارع بيها مجاري، الآن الناس راكبة السيارات طافحة والماء داخل بالسيارات وما شفت ولله الحمد ما شفت. شفتوا اليوم أنا أسألكم يجوز أنا أظلم لواحد، شفتوا لكم مسؤول لابس لبوت بلاستيكي ونازل بالماء؟ شفتوا؟ إذا شفتوهم حتى باكر من يجينا بالانتخابات وجايب له تريلا مال صور حتى نقول له إي والله أنت ما ننسى موقفك، مو ماكو شيء الآن، غابوا عن الساحة بالمرة. لكن لو انتخابات تلقيهم هاي بالحسينيات ويانا بالمساجد تلبقون يم الرادود ويلطم قدام الكاميرا حتى يقول ترى أنا شوفوني. لا ما أريدك تلطم يم الكاميرا ولا أريدك تحضر مأتم ولا تطب حسينية ولا تربي لحية زينها خطولي مو ضروري، ولا تلبس خواتم ولا تصلي عمي هم صلاة الله، انت والله انجاز انا ما لي شغل بيك، بس انت انصف الناس يعني، انت حلل راتبك خبزتك هاي اللي تاكلها اكلها حلال، شنو الازدواجية شنو المصاخش، بلد غرقان ما تشوف لك بي واحد بي سيارات بكل منطقة سيارة سيارتين ما تكفي لها تنكر مال ماي، شايف هاي التناكر الزغار عود هاي راح تنظف يعلم الله اسبوعين ثلاثة ما تصير شمس حارقة تشوف. المهم هذا ليش؟ لأنه ما عايش المعاناة يا سيدي، ما عايش المعاناة. لو عايش معاناة مثل ما الله تبارك وتعالى يهيئ تشوف مليان بالرحمة لأنه عايش مع الفقراء. ألم يجدك يتيما فآوى
فأما اليتيم، شايف الربط؟ متعايش آلام اليتم، فأما اليتيم فلا تنهر فلا تقهر. وجدك ضالا، وجدك عائلا، بالتالي أنك أنت هذا من مريت بحالة الفقر والجوع، فأما السائلة فلا تنهر. هذا ربط القرآني. احنا ربيناك في أجواء متواضعة بسيطة، عشت اليتم، عشت القهر، راح تكون مليان رحمة. ولذلك هسه احنا إذا تنتقد لك واحد يحبك، إذا تنتقد لك واحد، أحيانا أكو قد ناس تفكر حتى بتصفيته هذا اللي ينتقد، مو بينما الأنبياء يضربوه بالحجارة، يأوي إلى مكان وقدماه ينضحان دم من جهلة قريش، يرفع إيده إلى السماء، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. شوف النبل والرحمة الموجودة في قلوب الأنبياء، بينما القادة من السياسيين من غير الخط الإلهي، شوف لا، مع احترام الشعب إله ويهتفي بإزمه وما ماخذ باله من عنده ولا يدري بوضع شنو الموضوع. فالشاهد الدعاء سلاح الأنبياء. ليش؟ لأن الطواغيت تمتلك القوة، والنبي عادة ما يكون ضعيف، المن يلجأ؟ يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، عندما ألقي في الجب انقطع الرجاء إلا إليه. يعني هو متى يكون الدعاء؟ عندما ينقطع الرجاء إلا إلى الله تبارك وتعالى. وإلا ترى إحنا مو دين اتكالي، ما عندنا اتكالية. مريض روح للطبيب، جوعان روح اشتغل ووفر خبز، يعني الوسائل الطبيعية والأسباب الطبيعية كنت تتبعها. لكن إذا وصلت إلى حال الأسباب الطبيعية بعد ما بيها استجابة، ما تعطيك نتيجة، وين تروح؟ تلجأ إلى الأمور الغيبية، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. سيد السبزواري قدس سره الشريف بمواهب الرحمن يقول أن الدعاء عندما ينقطع الرجاء إلا إليه يكون نمط من أنماط الاسم الأعظم، ادعوني أستجب بسرعة بلا تأخير. أريد يوم من الأيام واحد من ملوك سخلية يقولون عنه صار عنده أرق وما نام للصبح، وظال إلى شوية تأخر إلى ساعة متأخرة من الليل، قالوا له جماعته إحنا خلينا نشوف لك شارة، يعني لازم تنام. هي أولى شي يسموه يخت بالبحر، وقالوا لن ننزلك بالبحر عسى هو البحر يختلف عليك تخفى. عندما أبحر السفان سمع صوت، ظلمتين، ظلمة ليل وظلمة البحر، مو وإذا بصوت يشق الظلام يصيح يا غياث المستغيثين. قال عرج والله شوفونا شنو هذا صوت آدمي أشوف، بس هاي بالبحر جاب الآدمي. إجا ولقوا إنسان بآخر لحظة يغط ويطلع بآخر لحظة بآخر رمق، شالوه حطوه باللنج، نشفوه، بدلوا ملابسه، طو طعام. سأل الملك قال له انت شنو موضوعك؟ قال له سيدي أنا سفان على باب الله بلام، يعني على رزق السمك وغيره الصيد بالبحر، فضربني إعصار توسطت سفينة البحر، السفينة انقلبت من الموج، ظليت آني أغط وأطلع. أنا بعد خو ماكو أسباب طبيعية تخلصني، مو لا أكو نجادات ولا أكو أحد يجيني ولا اتصالات، لكن أنا أشعر الله إذا أراد يخلصني خلصني من هذه الأزمة. أنا عندي ثقة أن الله إذا أراد يخلصني وأتوجه له صحيح الله يخلصني. فرفعت إيدي قمت أصيح يا غياث المستغيثين. هذا هو شي يسوي ما أعرف، يعني لا يعلم جنود ربك إلا هو. تفتل الملك قال له سبحان الذي أرق ملكا في قصره من أجل إنقاذك. وحقك إحنا إذا نلتجئ إلى الله تفرج، إذا نلتجئ إلى الله تبارك وتعالى صدقني تفرج. بس إحنا إلى الآن ما مفكرين بهاي الشدة وين نروح وعد من حلها. يوسف سلام الله عليه لما وضع بالبئر بعد أكو خلاص؟ ماكو مخلص ولا واحد يدري بيه، وبئر عميقة 70-80 ذراع أو أكثر من هذا كان يلا يصل الماء بالصحراء، قاعد يم الماء رفع يديه إلى السماء قال يا مؤنس كل غريب ويا ملجأ
كل طريد اقذف حبك في قلبي، اقذف حبك في قلبي حتى لا يكون لي شغل غيرك، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. وين حول أمره؟ حول أمره إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الملائكة شو يصيحون؟ يقولون لإلهي إنا نسمع صوت دعاء نبي بصوت صبي، دعاء نبي بصوت صبي. احنا ترى عندنا سقد اليوم جمعة ولا بأس بها الذكر الشريف، احنا عندنا تجارب من الأنبياء مطابقة لحياة الأئمة سلام الله عليهم. كثير من يحتج علينا، على عقولكم العفا، كيف تقولون بإمامة غلام عمره 8 سنين اللي هو الإمام الهادي مثلا، كيف تقولون بإمامة إمام عمره 7 سنين إمام الجواد، كيف تقولون بإمامة الإمام الحجة بن الحسن عمره 5 سنين وتقول نصف الأمة بإمامته؟ ترى الله سبحانه وتعالى أعطى للأمة نماذج، أعطى نماذج سليمان ابن داود عمره 12 سنة وتصدى لمنصب الإمامة. الإمامة يجن قيادة الأمة بأمور الدين والدنيا، يعني تموت تتوقع الإمامة يعني أدنى مستوى من النبوة. إبراهيم كان نبي وكان رسول وكان خليل ونجح بامتحانات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إذن كان إمام سليمان ابن داود 12 عام، عيسى ابن مريم وآتيناه الحكم أو وكلم الناس في المهدي صبية، يحيى ابن زكريا وآتيناه الحكم صبية، يوسف أيضا هيأه الله تبارك وتعالى للنبوة وهو في عمر المراء. لأن هذا أنت من تجي تقول لي كيف تقول بإمامة من عمره 8 سنين؟ هي المسألة مو مسألة الإمامة راح يتعلم وراح تقول لي الحقبة التاريخية ما تسمح له أن يكتسب أو يختزن هذه المعلومات، وإنما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في مجلسه في ديوانه ودخل عليه أبو حنيفة، أبو حنيفة كان يذهب إلى الجابر، يعني اللي تعرضنا عن نقطة أشرنا أنه لتبرير جرائم الحكام، كان يذهب إلى الجابر ودخل للإمام الصادق يناقشه وقعد بمجلس الإمام يقول أنا قاعد أنتظر دوري، وحوزة الإمام كبيرة ومراجعين كثير وهو إمام تقول نصف الأمة بإمامته، أنتظر دوري، صرت محتاجة تواليت، أريد حمام أقضي حاجة. فطلع صبي من بيت الإمام، صبي صغير، قلت له يا غلام أين أضع الغريب عندكم؟ يعني وين حماماتكم وين شيء؟ التفت لي قال لي هذا توقى شطوط الأنهار ومساقط الثمار وقارعة الطريق وأفنية المساجد وتوارى خلف، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وضع أين شئت. أبو حنيفة يقول أنا هاي آداب التخلي، مو بالفقه آداب التخلي، هاي تختلي لا تستقبل القبلة، طان المكروهات المحرمات الواجبات الشيء، وضع أين شئت، مساقط الثمار شطوط الأنهار، لأن هاي ناس تأخذ ماي من هذا تأخذ ثمر ممكن يختلط بالنجاسات، أعطاني هالتفاصيل. قلت له أنت منو؟ من أنت؟ أنا سألتك عن التواليت تقول لي آداب التخلي، قال أنا موسى ابن جعفر. إذن الموضوع ما يتعلق أصلا بدراسة وأكاديمية علمية وغيره، وإنما وآتيناه الحكمة صبية من الله تبارك وتعالى. أكو خطوط مفتوحة ما بينه وبين عباد الصالحين المخلصين وتوصل لهم المعلومة بلا نقاش. فيوسف سلام الله عليه من نزل بالبئر وين توجه؟ لأنه نبي وسلاح الأنبياء الدعاء. أم لاحظ الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه شلون كان ضمن ثقافته اللي ثقف بها الأمة؟ كثف من الدعاء في أكثر من مكان، استخدم الدعاء بالمدينة واستخدم الدعاء بمكة واستخدم الدعاء في كربلاء، والدعاء أحيانا يكون بشكل انفرادي ومرة يكون بشكل جماعي، مرة يدعو اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، إنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا.
وهي فعلا يعني تلاحظها الآن، اللي تدفع الأمة هو الضريبة هاي، لأن أمة مزدوجة، أمة مو صادقة، ولذلك دفعت ضريبة. عبد الله ابن عمر فرد يوم بعد واقعة الطف بعد 61 للهجرة راحوا وفد للحج، وفد الحج من الكوفة، ومروا بطريقهم بالمدينة دخلوا على عبد الله ابن عمر بالمسجد النبوي الشريف، فواحد سأله قال له مولانا سؤال، ترى حتى أساعدنا يجي أساعدنا أسا جاية كان، قال له مولاي سؤال، قال تفضل، قال له احنا في أرض زرقاء يعني كثيرة الخضرة، وهذه أرضنا أحيانا يصير بها بعوض، فتوقف بعوضة على إيدي وقتلها يجوز؟ لو الله هم يحاسبني على البعوضة. قلت التفت عبد الله قال له عمي أنتوا ملائكة أنتوا وين؟ قال له احنا بالكوفة. صفان قال له أنتوا اللي ذبحتوا الحسين صار شهرين ثلاثة، جيشكم اللي قتل الحسين ومثل بعائلته وداسوا جسده بالخيل وقتلوا أطفاله وروعوا أطفاله، وهسه جاي تسألني على بعوضة؟ حج المشكلة الازدواجية، ليش أقول لك أكو الآن مثله هزا يروح للصين سوي لي علاج مال تيفو مثلا، سوي لي علاج مال الشيء الفلاني، طي ماركة فرنسية واشتغل لي إياه، الفرنسية بثلاث دولارات سووا لي إياه بخمس سنتات، بخمس سنتات شنو ترس طحين يعني ما أدري ما مقطر نورمال سلاين خليه مهم سوي. يجي واحد يشتري مصابيح، سوي لي مصابيح بس أريد المصابيح عمرها يوم أو تطفي، حتى يجي المستهلك يشتري بمكانها، يروح يشتري سلع ويعطيها ماركة أجنبية، وما عندنا تقييس وسيطرة نوعية، مو البلد مفتوح، وحتى إذا عندنا هواية عندنا ناس شرفاء بالجمرك، بس إذا أراد يوقف البضاعة ويتصل حجي يجي تليفون قوي يقول له أشيلك أنت وبيتك وأهلك وجمركك كله، هذا أن يكون يطبا، لأن مالات الحجي لو مالات السيد، لأن هذا أني من دخلا. هذا تدري شو يسوي من يروح للصين؟ يسأل القبلة بالله وينكو مطعم إسلامي، مو مثل هذا أبو البقل وغيره، وينكو مطعم إسلامي بالله، ترى أنا ما أكل إلا ذباحة شرعية، عم تروح أكل لحم خنزير وجيب لنا بضاعة زينة الله ما يعاقبك، شنو هالحكي هذا يعني؟ تروح تدور أنت على أساس مسلم يعني، على أساس ملتزم يعني، يروح يدور بالصين، والله يا شيخنا أنا هواية تعبت بالشقة آكل وأجيب لي طماطم بوتيتا لأن كلها مشبوهة، حجي تروح الحاويات تلقيه كله مشبوه هو وحاوياته. ازدواجي كذاب منافق علي يمشي، بس عند الله لقمان الحكيم يقول للابن احكم العمل ان الناقد بصير، مو هذا سونارنا الباقو نبي، لا سونار مال رب العالمين يحطك حجي على الموت يطلعك صورة وصوت، يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. إذا كثف، قلت لك الإمام هسه أنا هذا دعاء الإمام الحسين شو تشوفه؟ جاي ندفع ضريبته لو ما ندفع ضريبته؟ اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، إنهم دعونا لينصرونا عدوا علينا. طيب غير الأمة اللي إجت تنتقد هذا الموقف حتى الله يرحمها ويشيل عنها الحيف، غير الأمة اللي إجت تبرأ من هذا الموقف حتى الله يرحمها، وإذا تجي الأمة والآراء متلاحقة ولا زال هناك من يقول بهذه الأمة أن الحسين خارجي وخرج على الحكم الشرعي اللي هو يزيد، جد تتوقع الأمة ترحم بهذا التفكير؟ ممكن الله أن ينظر لها نظرة رحمة؟ ليش إحنا نقول الله لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، سمعت بذلك فرضيت، لأن من أحب عمل قوم أشرك في عملهم ومن أحب قوما حشر معهم، اللي يقول جابر ابن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم الحسين توجه بالدعاء كما توجه يوم تاسعاء اللي هو ليلة عاشر محرم، ليلة عاشر محرم تكاثف الجيش 30,000
وعلى أسرة صغيرة. نزل سألهم ناقشهم راد جانب وعظ إرشاد ما حصل شيء. صح يا عمرو بن الحجاج يا شبث ابن ربعي، ألم تكتبوا لي أن اقدم إلينا لقد أينعت الثمار؟ قالوا والله لم نفعل، ما سوينا شيء. قال سبحان الله، والله لقد فعلتم، ولكنه غدر قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم. ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وأني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. أسرة مو يقول جيش، ترى ما عند الحسين جيش سلام الله عليه. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة، أسرة قبالها 30,000، الفكرة مو تمثل نفس الحال إنسان في بئر مقطوع؟ لا، ويجوز اللي في بئر أسهل مو، لأنه اللي في بئر هو ممكن حياته بس تروح، بس حياته تروح، لكن هذا اللي الأسرة كلها راح تروح ضحية، الأولاد والنسوة والأطفال كلها راح يقدمها الحسين. شوف سبحان الله، أكو فرد يوم تتذكر آل الزبير من حكمه والحجاز، وامتدت أطماعهم إلى الكوفة، وحكم الكوفة مصعب ابن الزبير. مصعب ابن الزبير من حكم الكوفة عبد الملك بن مروان، كان أيامه هو بنفسه قاد الجيش وحاصر الكوفة وقاتلهم وخلص، يعني انتهى، أسقط ما في يد مصعب. ودال رسول عبد الملك ودال لمصعب، قال له أنا وياك زملاء دراسة، أولاد المدينة هم، فإحنا عايشين سوا بالمدينة، وملاعب الصبا وحدة، ودراستنا وحدة، ويعز علي، يعز علي أن أقطع راسك أو أقتلك، يعني العشرة إلها شوية. فأنا أقول من رأيي أنك تأخذ أهل بيتك ومن تحب وترحل، تطلع من المدينة من الكوفة، ارجع للحجاز، ما نشغل بيك. قالت له زوجته على ما أتذكر أنها عائشة بالطلحة أو شيء، كانت معروفة بالجمال أو شيء ومحظية عنده. قالت له خوش عرض، وعرض لطيف، بس يقولون عنا مصعب كان صاحب مروءة. قالهم لا، قبل لا أستجيب للعرض صاح له واحد قال له تعال حدثني عن الحسين يوم عاشوراء، شنو انعرض علي؟ قال له والله الحسين انعرض علي السلم، وانعرضت علي الإمرة، وعرضت علي الأموال وعائلته وأولاده، وضحى بيها كلها، طرحها بين يدي الله وما توقف ولا تردد. التفت قال ما ترك ابن فاطمة لابن حرة عذرا، ما بيها مجال، أحرجنا الحسين بهذا الموقف، لو ما الحسين سوى الموقف بيها مجال أطلع عدل، بس فشلة. أحرجهم الإمام، عرضت عليه الدنيا برمتها، تقول كسرت قلب الرقية طفلة صغيرة. هسه احنا هواية ترى، الله سلام الله عليك يا زيد الشهيد، يقول والله ما كره قوم حد السيوف إلا ذلوا. الذل منين يجي؟ ما كره قوم حد السيوف إلا ذلوا، وإلا وحقك هو اللي ترى اللي ما يحب الحياة يصير عز وحده منين؟ هذا شو يقول عن ترى ابن شداد العبسي أيام الجاهلية، هذا فارس معروف بالفروسية، يقول حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفلي، فاعصي مقالته ولا تحفل بها، واقدم إذا حق اللقاء في الأول، واختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القسطل. لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي، ماء الحياة بذلة كجهنم. ويستمر بعد بأبيات شركية ما تليق بالمقام، لأنه مشرك الرجل أيام، لكن شاهد الحديث، واختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القسطلي، ما كره قوم حد السيوف إلا دلوا. تدري إحنا من هذا الدل اللي مر بينا؟ الأمة كلها باستمرارها، الأمة الآن ترى ما عايشة باستقرار، يعني تغليك المرجل، مو بس العراق، بسبب من؟ بسبب الذلة التي ضربت على الشعوب.
وإلا الناس إذا تحب الموت إذا تواجه وحقك تملي إرادتها مو على إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. لكن شنو اللي يأخرني أنا من الناس؟ أولادي وبيتي. عمر ابن سعد، عمر ابن سعد قعد ويا الإمام الحسين سلام الله عليه، قال له أتكل عقلك أن عبيد الله ابن زياد على حق وأنا على باطل؟ مو أنت ابن سعد ابن أبي وقاص، راجع نفسك. قال لا أنا أدري أنك على حق، ولكنه يقتل أولادي ويهدم داري ويأخذ ضيعتي. قال له ضيعتك أنا أعطيك البغيبغة بمكانها، دفع بها معاوية مليون دينار، أنا أعطيك البغيبغة بالمدينة واردها 800,000 دينار سنويا، وأما دارك أنا أبنيها لك. موقف يفوتك. قال له لا أنا ما أقدر، أولادي وبيتي. إذن يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ طلعوا اثاقلتم. مغناطيس، أكو عملية شد. أولادي وبيتي، تدري أولادي وبيتي، يعني تدري الحسين رقية صغيرة ويقعدها بحضنه ويرضيها وتقول له أبا والله لقد تفتت كبدي من العطش. قال نأس المعذرة، يعني هاي الطفلة راح تموت عطش، فأنا مضطر أتنازل. يطمنها ويقبلها ويرجعها للخيمة. عبد الله الرضيع يقدمها بين يديه. زينب الحوراء سلام الله عليها تطلع، يتامى آل عقيل، يتامى آل جعفر، يتامى آل علي، التفت لهم يقولهم شدوا الأزر وتهيئوا للسباة، ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم عنده. أريدكم أقوياء، أريد صلابة، أريد قوة، أريد إرادة، واعلموا أن الله حاميكم. ما تنازل ولا ترى ليش؟ ترى 30,000، يعني أريد أقول لك 30,000 على أسرة مو شأنها أكثر من شأن واحد في بئر، بلا انتقاص من يوسف سلام الله عليه، لكن العائلة آمنة، ويعقوب من السمع والبصر، أخوة عنده 10-11 أخو، وهو نفسه، لكن هذا الأسرة كلها يقدمها. المن عرض أمره، استنجد ببني أسد، استنجد ببني تميم، استنجد لا، رفع يديه إلى السماء. إلهي أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة. هذا الحديث حقيقة، يعني هذا الدعاء أنا هواية إلى تجربة بحياتي، يعني يا ريت واحد يحفظه في المواقف الصعبة، هواية إلى آثار إيجابية، هواية حتى في أيام النظام وأيام المتابعات وهوسة وأمن ومشاكلهم ومراقباتهم، وحقق هذا الدعاء باليد، هو الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله، قرأه يوم بدر. من شاف حشود بدر قريش 1,400 بسطاء، 313 صحيح، بس 313 بجريد النخل، يعني جريد النخل شي يسود. رفع ايده قرأ هذا الدعاء. الامام الحسين عصر تاسوعاء من كان جالس محتبيا بسيفه ويردد يا دهر افل لك من خليلي، كم لك من الاشراق والاصيلي، وتحرك الجيش وصار القرار بالقتال. رفع ايده قال الهي انت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي بكل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. وين صرت سويت؟ أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفت وفرجت، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. شوف دعاء يوسف سلام الله عليه. يوسف أخوته شنو كان قرارهم؟ قرارهم أن يسكتوا، قرارهم أن يموت، قرارهم أن ينتهون من وجوده أصلا. لكن ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والله فالتجربة يطنيها القرآن طازجة ناضجة، أنك إذا تتوكل على الله ترى مهما يكون عدوك اللي أمامك شرس وقاسي يهزم، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن لقوي من الأقوياء أن يواجه قوة الله، بس إحنا ما متوكلين على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جابوه حتى يروح يموت ينتهي، سوى عزيز مصر زعيم على مصر، وإجوا أخوته أمامه ووقفوا وسجدوا بين يديه، وتحققت نبوءته وتحققت رؤياه. مو يا أبتي إني أرى. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الله سبحانه وتعالى قال له توكلت أمرك إلي، مو انقطع الرجاء إلا إليه. وشوف ما نسى الدعاء وما ترك الدعاء حتى بآخر لحظة،
اللحظة الأخيرة تذكروها الدعاء الثاني مو من رجع من الفرات، هم أن يشرب، فناداه المنادي يا حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك، ألقى الماء من يده ورجع إلى المخيم وجدها سالمة، والعائلة الكريمة سمعت همهمة الجواد ودعاء الحسين، أبواب الخيمة طلعن تعلق نسوان أرامل أطفال يتامى، وبس الحسين موجود ويعرفون بمجرد غياب الحسين راح تنزل البلية، استعدوا للبلاء يصيح الإمام. طلعت العائلة الكريمة رفع إيده بالدعاء قال إلهي إن كنت حبست عنا النصر عاجلا، خلاص معنا احنا يظهر النصر ما عندنا، إن كنت حبست عنا النصر عاجلا فاجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. طبعا احنا نتمنى على الله بهذا اليوم يوم الجمعة ببركات الحسين أن يجعلنا من شيعة الحسين. تدري ليش؟ لأن عندك شك أن هذا الدعاء يستجاب؟ يستجاب 100%. مو دعاء نبزت به شفاه الحسين الغرة التي طالما أشبعهما رسول الله لثما وتقبيلا، ويقول فاجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما تحت ظل عرشك وحقك. هذا الدعوة استجيبت، وإحنا جايين الآن بأحداث الدعاء أن الحسين استجيب دعواته، إن تكن عاجلا أم آجلا. العاجل عندما نادى عبد الله بن حوزة التميمي أتعجلت بالنار قبل النار الآخرة؟ قال من هذا؟ قال هذا عبد الله بن حوزة التميمي، أو نادى قال لن تذوق الماء حتى ترد الحامية، قال اللهم اقتله عطشا، فصاح الرجل العطش 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 إلى أن مات عطشا وهو وسط الاستجابة مضبوط. دعا على عمر بن سعد سلط الله عليك من يذبحك على فراشك، خون ذبح على فراشه، وإن يكون الدعوة أجلت إلى فترة بعيدة كما هو الحال بفاطمة سلام الله عليها، دعت بقر الله بطنك كما بقرت قرطاسي على كثير فيما بعد، تحققت كثير من الدعوات. فشاهد هذا الدعاء مستجاب، فاجعل لنا ولشيعتنا. لكن المشكل والعقدة أننا كيف ننهض بأنفسنا لنكون شيعة للحسين؟ يعني مسألة مو دعوة مو كلام، الحسين عنده مبادئ، الحسين عنده قيم، الحسين عنده ثوابت قاتل من أجلها ودفع دماء من أجلها. أين نحن من قيم الحسين؟ أين نحن من ثوابت الحسين؟ هل نحن على منهج الحسين وعلى خطى الحسين سلام الله عليه؟ وهذا الحكي حتى أنا أكون مشمول بهذه الدعوة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه كيف أن يوسف عندما وجه أمر إلى الله فاجعل لي من أمري فرجا ومخرجا إنك على كل شيء قدير، جعل له مخرج وفرج ونادى المنادي يا بشرى هذا غلام، وتدرج الغلام وإذا بهذا الغلام عزيز مصر. شوف اللي يتوكل على الله شنو نتيجته. الحسين سلام الله عليه استقد واحد يقول الحسين خوان قتل، يعني يش الله ما استجابنا؟ لا، الحسين انقتل لتحيا أمه. التصدق واعتقد الآن احنا عنوان هويتنا الحسين، عنوان كرامتنا الحسين، عنوان ديننا الحسين، سموه جاي نبالغ يعني حتى نقرأ تعزية على الحسين، لا واقع الحال هو هذا. ليش؟ لأننا لولا الحسين لكنا الآن على إسلام بني أمية. انت ايش تتصور الاسلام؟ الحسين اللي وضع الحد الفاصل وحفر خندق بين اسلام بني اميه وبين الاسلام الغض الطري الناضج الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه واله. والا لولا ثوره الحسين لبقينا الان على اسلام بني اميه. تسالنا احنا مثل هاي الهمج الرعاع، نجي حتى لو نزور مراقد قبور شيء، يجي يبكي عند حجر ابن عدي الكندي، ما يبكيك ابكي لحجر ابن عدي الشهيد المظلوم الصابر المحتسب رضوان الله عليه. من قتله؟ قتله سيدنا معاوية رضوان الله عليه. لماذا؟ لأنه يحب سيدنا علي رضوان الله عليه. هذا الإسلام الأموي اللي تواجهون به الله. بينما الإمام الحسين سلام الله عليه هو الذي وضع الحد الفاصل، ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما وكل أمره إلى الله جعل له فرجا ومخرجا من أمويين وعباسيين وإلى يومنا هذا، والطرق لا زال. انت شايف هسه العرب عندهم على سياقاتهم المعروفه ان اذا قبيله فيها قتال
يرفعون راية حمراء على خيمة زعيم القبيلة. العرب عندهم عادات وتقاليد قبل هسه انتهت. قبل إذا أكو بيت مثلا بيت عز بيت شرف بيت منعة شي يخلون بابه رمح مركوز علامة من يمر المار أن الرمح المركوز هذا من المصاليت من الشجعان من الهاد. فإذا أكو معركة بين قبيلتين يضعون راية حمراء على قبة زعيم القبيلة إلى أن تنتهي الحرب وتضع الحرب أوزارها ينزلوها لها. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى الآن القبة ترفرف إذا ذهبت إلى كربلاء القبة الحمراء لتقول لك أن الحرب على الحسين لم تنتهي. ما أعتقد أكو واحد عاقل يقول أن الحرب انتهت على الحسين سلام الله عليه. إلى الآن الحسين يدفعون الدولارات من أجل أن يقفل أو يخنق صوت الحسين كما صنع بمصر. مو غلق مرقد الإمام الحسين رأس الحسين بمصر ما كان قرار عشوائي، يعني كما يقولون لمنع أباطيل الشيعة. ما هي أباطيل الشيعة اللي يمنعوها أباطيل الشيعة؟ شنو الأباطيل اللي يمنعوها؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذا مرقد فيه رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، والموالاة والمحبة تتحقق بأني أفرح لفرح النبي وآل النبي وأن أحزن لحزنهم. وهذه مناسبة عاشوراء، ويجون من له هوى بآل محمد من مسلمين سنة شيعة أحناف موالك شوافع منين ما يكونون يجون إلى مرقد أبي عبد الله الحسين. وبعدين الناس هم مو بلاش، شايفة كرامات، شايفة كرامات مو جاية بلاش. يعني تذكرون أكو قارئ من كبار القراء للقرآن اسمه فلان نعينع مصري من الكبار، يعني مو فد شخصية عادية. اليوم التقينا في مكان ما وصار بيننا حديث على قبر الحوراء زينب سلام الله عليها. وأكو خلافات بين المؤرخين، منهم من يقول بالمدينة ومنهم من يقول القبر الشريف بمصر ومنهم من يقول الشائع المعروف الآن في دمشق. وطيت الآراء والأفكار والتحقيقات، ومو رأيي يعني، هو التحقيقات كانت للشيخ محمد جواد مغنية أمانة، يعني للشيخ محمد جواد مغنية بحث فرد بحث ممتاز ومطي نتائج حلوة وإيجابية. مهم قال لي يا سيدي لا أنا أنت كملت كلامك بس أنا أؤمن تماما أن قبر الحوراء زينب عندنا في مصر. ليش مصدر عندك؟ قال لا ما عندي مصدر، بس أنا إذا حزبني أمر، والله نص كلام الرجل، إذا حزبني أمر أو اشتدت علي محنة أصلي ركعتين، أقصد لحرم زينب وأصلي ركعتين بحرمها أتوسل بها إلى الله تقضى الحاجة. إذن زينب عندنا مش عندكم. إذن الناس شايفين كرامات على مرقد الحسين وقبر الحسين ومرقد وموضع رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مو مسألة أباطيل. لكن نسأل الله أن يصلح أمر الأمة. فشاهد موضوع الدعاء، الدعاء سلاح الأنبياء، كما أن يوسف عندما أدرك بأنه لا خلاص له إلا الله تبارك وتعالى وجه أمر إلى الله فجعل الله له فرجا ومخرجا. الحسين سلام الله عليه أيضا كثف من الدعاء والنتائج جاءت كلها لصالح أبي عبد الله الحسين. الآن تدري كل الشهداء يمني نفسه بإحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. أما الحسين هو الشهيد الفاتح، يكتب لأهل المدينة من لحق بنا منكم استشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح. إذن أنا شهيد وأنا فاتح، وأول مرة يسجل التاريخ انتصار الدم على السيف. هذه دماك على فمي تتكلم، ماذا يقول الشعر إن نطق الدم؟ من كان يعهد أن في الدم قوة تبني الصروح الشامخات وتهدم؟ عدري إليك ولست أول عاجز عن خوض بحرك والقضاء يتجهم. من ضامن لي حين يعصف هوجها أن السفينة في بحارك تسلم؟ فشاهد هذه دماك على فمي تتكلم. الله يرحم شيخ أحمد الوائلي يقول لأنبئك أن دما أهرقت ألوية شم، مو ألوية بيهرق مرفوع الآن بالسويد بالنمسا بكندا بالنرويج بأمريكا بكل بقاع العالم بكل لغات العالم، مو أكو حسين يعني، أكو كربلاء أكو عاشوراء. أنبئك أن دما أهرقت ألوية شم، إذا ما استحر الخطب تنتشر ولوعة في رضيع أذكلوك به. صح قهرت
جرحوك، طفلك تأثرت عليه، لكن هذا الطفل أنت آخر نبلة في كنان تكرميته إلى العرش الأموي. أنبيك أن دما أهرقت ألوية شم، إذا ما استحر الخطب تنتشر، ولوعة في رضيع أثكلوك به، أو جبهة وسموا، أو خنصرا بتروا، قذائف قد أزالت من عروشهم، ورحت وحدك بالميدان تنتصر. بس بربك سؤال أسئلك، هم تتوقع أكو توفيق لأمة ترمي الحسين بحجار؟ الحسين النبي، الحسين علي، الحسين فاطمة، الحسين الحسن، الحسين اختزل كلهم 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 اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن، مو اختزل كل آل البيت؟ ربك يعني انت هسه لو تشوف لك امه ترمي لها عالم مرجع بحجار، الامه تتوفق؟ اذا يرمي الحسين بحجر ابو الحتوف، يرمي الحسين بحجر، يقع الحجر في جبهته، لعنه الله عليه وعلى من رضي بفعله الى يوم القيامه. وتشيل الدماء على وجه الحسين وتريد امه تتوفق؟ دع الدنيا وزينتها لوغد وحاذرها، إذا كنت الرشيدة أترجو الخير من دنيا تركت حسين الصبط فاختارت يزيدا؟ أترجو الخير من أمة تركت حسين الصبط واختارت يزيدا، ولأمر يزيد وتنفيذا لعبيد الله بن زياد العتل الزنيم، وترمي الحسين بحجارة؟ أعياه نسف الدم واشتد به العطش، تجي الحجارة في جبهته، يرفع القميص يمسح الدم، ينبعث الدم كالميزاب على عيني الحسين وسط الأمة، وتتوقع الأمة تتوفق؟ يعني تتوقع الأمة راح ينظر إليها الله تبارك وتعالى بنظر الرحمة؟ مو اشتد يصيح هو سلام الله عليه، اشتد غضب الله على اليهود عندما قالوا عزير ابن الله، واشتد غضب النصارى عندما قالوا، واشتد غضب الله على قوم قتلوا ابن بنت نبيه. المهم كان التوجه كله سلام الله عليه إلى الدعاء، توجه إلى الدعاء، أخذ النتائج، كسب النتائج قبل المقدمات، من قدم هذا التقديم الآن تروح الكربلاء، وفي غير كربلاء حتى زينب سلام الله عليها من تقول له فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وما عيشك إلا عدد، وما رأيك إلا فند، وما جمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. من أخذنا القوة؟ مرتجي حيل يعني، من عدها؟ عدها محمد ابن الحنفية عليل بالمدينة، عدها عبد الله ابن عباس رجل كبير وأعمى، عدها عبد الله ابن جعفر أيضا أعمى، منين هالرصيد؟ منين هالمدد المتوكلة؟ فوالله لا تمحو ذكرنا، وراح تتفلش كل دولتك راح تنسفها، لأنه متأكدة صلت صلاة الليل ليلة 11 محرم. تتصور يعني اللي يحول أمر الله ويوقف يذكر الله بهاي الساعة، الله شي يقول؟ اذكروني أذكركم. ليلة 11 محرم ما نسيت صلاة الليل، ولذلك الإمام الحسين كان وصية ترى يقول زينب اذكريني بصلاة الليل، مو تستغفري لي 40، مو تنسيني أنا واحد من عندهم. وزينب ليلة 11 المخيم ركام، المخيم محروق، الصبية والأيتام والأرامل ملتمين كأن لا أرض تقلهم ولا سماء تظلهم، من الحماة ماكو كلهم ركام، والإمام السجاد سيقول عم زينب أين أنت أين أنت أين أنت؟ تقول له عم أنا كنت أصلي صلاة الليل آسفة ما سمعتك. قال عم تصلين من جلوس؟ هذا خلاف عادتك. بربك هذا جهو يعني، هذا ينادى عليهم أحرقوا بيوت الظالمين، والأمة تريد ترتقي وتريد يصير بها خير؟ ما تتصور يصير بها خير أبدا، إلى أن يخرج الإمام ويستأصل. مو سيد حيدر الحلي شو يقول له؟ سيد حيدر الحلي: كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة، فاشحذ شبا عظبا له الأرواح مذعنة مطيعة، واطلب به بدم القتيل بكربلا في خير شيعة، واستأصلي حتى الرضيع لآل حرب والرضيعة. إذا ما صار هذا الموقف ميت الفرج أبدا، نسأل الله أن يعجل
فرج آل محمد. نسأل الله أن يعجل فرج سيدنا ومولانا ومقتدانا وإمامنا ومن له بيع في أعناقنا، الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا احنا سيسألنا واحد سائل يقول احنا اشو ندعو ماكو استجابة. شتو اذا شكل الدعاء سلاح الانبياء ونحن على دين الانبياء والحسين كثف من الدعاء واستجابة حصلت كثيرة، اشو ماكو استجابة عندما ندعو؟ ترى مو بالضرورة اخوان، مو بالضرورة. التشايف يعني فصرت ادعوك امنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني المعصوم يرسمه في الرسم حلو يطمن الأفدة، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي. ليش ما تستجيب لي؟ صار لي 7 سنين متزوج ما عندي طفل، وما خليت إمام ما رحت له، وما خليت مرقد ما دعيت، وما خليت منبر ما كلفته. ونسأل الله بحرمة هذا اليوم وبحرمة الحسين أن يحيي أصلاب وأرحام أبنائنا وبناتنا بالذرية الطاهرة. لكن إذا ما صار يعني ما صار ما إجى بالدعاء وكثفنا الدعاء، يقول لك ليش الله ما يستجيب؟ الإمام المعصوم يطمني يقول ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة أمور. أنت تعرف أكثر مني المصلحة، ممكن بهذا الجو المليان الملوث من يجين الطفل يظل نظيف واستفيد منه الطيك مثلا، يقدر يطيك رب العالمين. لكن بهذا الجو الملوث الآن، الملوث شلون أقصد؟ لقمة اللي ما أقدر أوكله حلال، إذا ما أكل حلال يخليك بالكاروك لو يشلع قلبك. مو أكو أولاد الآن ترى عدم وجودها أفضل من وجودها، أكو أولاد ما جايب الأباها إلا السبة وإلا الشتائم وإلا الطلائب والمشيات والفصول والهذي، هذا لو مو صاير مو أحسن؟ فهذا اللي يقول عن الدعاء ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. بس هذا وجه محترم من استجابة الدعاء، تأجيل الدعاء للمصلحة الحمد لله. أكو بعضهم يقول يا جبريل يا جبريل اسمع منه واستجب وأجل الاستجابة، أنا أحب أن أسمع صوته أعرفه، أنا خلقته نعلم ما توسوس به نفسه. هذا إذا أطيناه بعد ما يذكرنا بخير، ما يدير باله علينا، ما يصلي. ويا أكو ناس كانت خوش ناس، كانت برا بالخارج عباد صلوا صلاة الليل وأدعية وللحج والعمرة وشغل وشي، حجي هم قعدوا بالكرسي تمولسة ولنا لا صلاة زين يصلي صلاة الواجب يعني ماكو شيء. إذن يا الأحسن يبقى على حالته أحسن الأولية لو يطي رب العالمين وخليه يخرب. يقول له اسمع منه واستجب وأجل الاستجابة، أنا أحب أن أسمع صوته ترى بس أطيه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. أكو بعضهم لا يقول لا اسمع منه واستجب وعجل الاستجابة، أنا لا أحب أن أسمع صوته. سكولين دني إلين بحوث بعيدة بس الوقت أخذنا، لكن اللي يهمنا في النقطة مهمة أن بعدم استجابة الدعاء سبب من الأسباب، بس هاي السببين ذكرناهن. السبب الثالث المهم اللي يكون يعني شوي نرتب عليه أثر وضعي، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. هناك ذنوب تحبس الدعاء على الإنسان. ليش؟ لأنه الدعاء يعني مو يريد لم جوارح، يريد لإيد، يريد لسان تعبر به، ويريد لقلب يتوجه، يريد لبصر، يريد لوين يكون البصر خموت باوع لفوق، لأن واحد النبي شافه الشكل مسوي باوع إلى أعلى قال اخفض يديك فإنك لن تناله وغض بصرك فإنك لن تراه. ولذلك قيل في بعض الكلمات يقول أفضل ما في السجود أو أروع ما في السجود أنك تهمس بأذن الأرض فيسمعك من في السماء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالإنسان مو بالضرورة أن يصيح أو شيء، يا من لا تشتبه عليه الأصوات ولا تغلطه الحاجات ولا يبرمه إلحاح الملحين، لكن البلاء أنه أنا كون بطن فارغة من الحرام، كون عين عفة من النظر إلى الحرام، كون يد عفة من المال الحرام، إذا هذا النكولين موجودات بعد دعاء يصعد
سيارة ما بيها تاير، ما بيها جير، ما بيها اكسل، ما بيها شلون تمشي يعني، والله اسمها سيارة يعني. فالمفروض الجوارح تكون نظيفة. الله تبارك، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، وإلا محال. الله إذا وعد وفاء، ادعوني أستجب. وأدعية الإمام الحسين يوم عاشوراء كلها قبلت، لكن منها من كان بالعاجل ومنها من أجل لمصلحة ما. واللي الدعاء عندما يصدر وقت الحاجة ووقت الألم ووقت المرارة يأخذ أثره بالتأكيد، لأن التوجه يصير أكثر إلا عند الإمام. عند الإمام لا، التوجه إلى الله بالسراء والضراء كل حال واحد، لكن أكو موقف يأثر من موقف. يعني الإمام الحسين مثلا موقف لما يقدم علي الأكبر مجروح، يقدم واحد من الأنصار مجروح متألم، يفتقد أبو الفضل العباس مجروح. لكن تسألني مثلا جراحة عبد الله الرضيع نفس الشيء، أقول لك لا، قد يكون أكثر على قلب الحسين، لأن دول رجال والرجل لرجل ونزلوا الساحة. وعادة الرجل يقاتل، حتى القرآن الكريم يقول يقتلون ويقتلون، هذا مضمون الجهاد. لكن من يجي طفل عمره 6 أشهر، سواحد من الروايات يقول واحد من أرباب المقاتل حسين من رجع للخيمة والخيمة خالية، استقبلته زينب بالطفل الرضيع، قالت له لقد جف ثدي أمه من اللبن، يضرب من العطش اضطراب السمكة بيد الصياد. 6 أشهر جفاف يصير. يقول واحد منهم يقول الحسين لا، هذا الاضطراب لأنه يسمع الاستنصار، هل من ناصر؟ يريد يقدم نفسه، ما بقى شيء يعني، فلازم يدخل، لازم يشارك مع البيت، علي بيت. أخذ حميد بن مسلم، يقول الحسين سلام الله عليه إذا نزل للقتال ينزل على الفرس المرتجس، وإذا نزل للوعظ والإرشاد ينزل على الناقة العظباء لأنها منصة عالية. هالمرة الحسين فاجأ العسكر، نزل يمشي مشي على رجلي، وتحت ردائه شيء يظلل له من حرارة الشمس. تكلم مع الميمنة، تكلم مع الميسرة، ثم جاء إلى القلب. حميد بن مسلم يقول أنا في القلب، وإذا به يكشف عن غلام عمره 6 أشهر يضطرب على يد الحسين. قال خذوه إليكم واسقوه معه. خذ واحد يقول هذا ضعف، يقول لك لا، يريد يزيل كل الأقنعة، ممكن يجي واحد يبرر لهم في التبرير. خذوه إليكم. يقول صار بين العسكر اختلاف، اللي ما عارف استراتيجية قال إذا كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، واللي يدرك الاستراتيجية، تعرف شنو استراتيجية أقصد لك؟ اللي يقصد أن الهدف من المعركة هو إماتة الوحي، إماتة القيم، إماتة دين محمد، لأن هذا إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. هذا حتى إذا بقى ممكن يسوي لنا فرد مشكل. فهذا اللي يعرف الاستراتيجية قال لا، اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية، ما يريد رجل منهم يمشي على القاع. هذا كان الهدف يا سيدي، لا تبقوا، يعني زين تلقي لك علويين هسه بالمجلس قاعدين سادة، ما كان الهدف أن يبقى أحد من ذرية آل الرسول. حرملة ابن كاهل الأسدي يقول أنا عندي 3 نبال، نبلة وضعتها بعين العباس سلام الله عليه، ونبلة وضعتها بكبد الحسين، ونبلة بعنق الرضيع. يقول صاح لي عمر بن سعد ويلك حرملة اقطع نزاع القوم، قلت له أضرب الولد أم الوالد؟ قال أما ترى رقبته كأنها إبريق فضة. يقول وضعت سهمي في كبد القوس، رميته ذبحته من الوريد إلى الوريد. يحدث المختار يقول له لما أحس بحرارة النبلة انتزع يديه من القماط وتعلق بعنق الحسين يرفرف كالطير المذبوح. رجع به الحسين إلى المخيم، استقبلته إحدى بناته، أبا هل سقيت أخي ماء؟ قال لا لا بني، خذ يا أخاك مذبوحا. يا حسين يا الطفل جيب من الماي كان شح نصيبه، أو نادت رباب ويا غريب ابنك قضى ويا الطبيب. أخذته الرباب وضعته في حجرها،
يا رجما اي بعدك بعد ما لوليت عقب حسين عيبك عدت احد ضيل بيه يا ابني الكربلا يا ابني عسى الله جيت يا ابني تموت يا ابني ما شربت الماي عسى يا ما يكون انقطع جروانك هذا الماي وانت تلوج بلسانك يا المفطوم يا المفطوم يا ابني قبل ميحانك ليلة 11 محرم الحوراء زينب قامت وظيفتها تجمع العيال الأطفال افتقدت الرباب أم الرضيع رباب أين أنت وإذا بالرباب وسط الجثث قد وضعت جسد الرضيع في حجرها نقول لبني بني صدري أوجعني ثدياي درتها يا بزر الشيب يا بزر الشيب يا ابن الطيب أجداد مسير عليك ما نامن على وساد أخاف النوم ياخذني ولك عادة تفز بالليل ويدك للثد تجيني انا خاف ايدك تمد وموش وجيلي اخاف غطاك يقع والبرد ياذي يا جرح المند وايس طبيبي يا جرح المناند وأيس طبيبي أو من دم النحار خضب وتشيبي بدول الدمع مات دقائق 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 كرامة الحسين حافظ على هدوء المجلس دقائق كرامة الحسين يا جرح المناند وأيس طبيبي ومن دم النحر خضبت شيبي ألوليلك ألوليلك دل الله يا الولد يا ابني ألوليلك يا عبد الله بن حيبي تعال ارضع دموعي يا حبيبي يا تعال ارضع دموعي هلا هلا